لكم النهاردة، انا واخداكم في جولة معايا عشان نشوف الكولا في اللي هي بتضاف لي الملابس بتزينها. انا رحت في سوق الجمعة وحبيت اصور لكم على منظر الكولا في اللي هناك، ورخيصة خالص وممكن تجددي بيها اي حاجة زي جاكيت زي ده كده، اضفنا له لولو على الستر وعلى الكمام، فتح لونه شوية واداله بهجة بعد ما كان سادة، وتحس انه اتجدد. هنا برضو جبنا زراير بيضة وحطينا على الكمام، وحطينا هنا، وحطينا دي زينة كده. في هناك حاجات بتتباع زينة كتيرة قوي، هتشوفوها مع الفيديو وهتتمتعوا بصراحة. كمية كلف وحاجات جميلة قوي، ان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش تشتركوا معايا.